في رحاب مكة المكرمة ومن جوار الكعبة المشرفة في موضوع من أهم الموضوعات التي تهم المسلمين اليوم، وهو موضوع التواصل والتكامل بين المشيخات والشؤون الدينية والمسؤولين عن الإفتاء في العالم. اليوم اجتمع 150 عالماً من 85 دولة بريادة من المملكة العربية السعودية التي منذ تأسيسها وهي تعنى بالاهتمام بقضايا المسلمين في كل مكان. فجزا الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وشكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه الجهود المباركة. ونحن اليوم بحاجة ماسة في مثل هذه التحديات والعقبات التي تقف أمام الأمة الإسلامية إلى تعزيز منهج الوسطية والاعتقاف أمام الأمة الإسلامية إلى تعزيز منهج الوسطية والاعتدال والوحدة الإسلامية، وإلى نبذ التطرف والإرهاب والغلو والانحلال والإلحاد، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال والحرص على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله وما سارت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز إلى هذا العهد الزاهر، وهي تعنى الحقيقة بجمع كلمة المسلمين، فهي قبلة المسلمين وفيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غروة أن يكون لها الريادة والقيادة والسيادة في مثل هذه الأعمال الجليلة. بإذن الله سيخرج هذا المؤتمر بتوصيات مهمة جدا في التواصل والتكامل والتعاون وتحقيق الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم منهج الوسطية والاعتدال وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب. نسأل الله يكلل المساعي بالنجاح والتوفيق، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، وأن يثيب القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية وفي مقدمتهم معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله، والعاملين معه لتحقيق الأهداف والمقاصد والمخرجات والمستهدفات من مثل هذه المؤتمرات.